حديثنا الليلة ونحن في الأسبوع الأول من سنة 2021. نتمنى أن تكون هذه السنة سنة مغاربة العالم، كما قامت الدولة التونسية بتخفيض الرسوم القنصلية على المواطنين ديالها اللي خارج تونس. بغينا حتى حنا الدولة المغربية نقسم ديك الرسوم القنصلية المواطنين ديالها اللي خارج المغرب، لأنه لا يعقل أننا سواسية في الدستور لكن ماشي سواسية في الأداء ديال الرسوم. لأنه كما تتعرفوا الرسوم ديال جواز السفر، ديال البطاقة الوطنية، ديال المصادقة، ديال جميع المعاملات الإدارية في القنصليات المغربية أينما كانت، فالثمن ديالها مضاعف للثمن اللي تأديوه المغاربة داخل المغرب. باش نكونوا واضحين لهذا، فهذا خصو يكون يتحقق في هذه السنة. مسألة أخرى اللي كذلك وهي القضية ديال مافيا العقار، لأن أيها الإخوة والأخوات مغاربة العالم اللي عنده شي ملك في المغرب أو شي أرض أو أي نوع من الأملاك، خصك تراقب الأملاك ديالك. راه مافيا العقار نشيطة جدا في المغرب، وتيحدوا هاد الهمزات ديال مغاربة العالم. حتى الإخوان والأخوات اللي عندهم شي أملاك ولا شي حاجة يكتبوهم لولادهم، أو من الأحسن بيع رزقك وجيت تبرع به قبل ما يسطولك فيه هاد مافيا العقار. وراه الآلاف ديال القضايا في المحاكم المغربية، لكن كما تتعرفوا فهناك تواطؤ بين المافيا والمحامون وبعض القضاة الله يهديهم، وضاعوا الناس في الأملاك والممتلكات ديالهم. ومؤخرا ما وقع في المغرب، حيث أن واحد النصاب اللي نصب على واحد مجموعة كبيرة ديال المواطنين، فالملاير رد وحكمت عليه المحكمة الابتدائية، لكن محكمة الاستئناف أعطاه الصراح المؤقت في انتظار المحاكمة بضمانة ديال 10 مليون. شنو هي 10 مليون؟ والآخر دا الملاير. حتى ذوك الوزراء ديال السكنة السابقون ولا الوزراء اللي كانوا مكلفين بالملف ديال مغاربة العالم خاص يتحاسبوا، لأنهم كانوا تيجيو يشاركوا في افتتاح ذاك المعارض ديال العقار، وهناك كان تيتم النصب على مغاربة العالم. لأنه لو كان عندنا برلمان اللي تيحاسب الحكومة، كون هذا البرلمان دار شي لجنة برلمانية وحاسب للحكومة على هاد المافيا ديال العقار، ولا كان ديك القانون اللي دار ديك الفصل رقم 2 منه كان ما يكونش وما يدوش. لهذا تنقول الإخوان والأخوات مغاربة العالم، شوفوا وقوموا بالفحص ديال الوثائق ديالكم، واللي عنده شي ملك محفظ يراجع المحافظة العقارية. واليوم الحمد لله عن طريق الإنترنت يمكن لك تعرف أي حاجة على الملك ديالك. شوف العائلة ديالك، ويمكن أنت العائلة ديالك ما تثقش فيهم، لأن يقدروا يديو لك تاهما العقار ديالك إلا عرفوك ما تتفتش على العقار. إذن 2021 نتمنى أن تكون سنة مغاربة العالم بامتياز،
ومستقبلا غنديروا مجموعه ديال الندوات عن طريق الزوم، وغادي نتكلموا على المواضيع المهمه اللي مرتبطه بمغاربه العالم، ماشي على التفاهات وماشي على المواضيع ديال المرخى.